يمكن من اكتر الحاجات اللي بتشغل بال الحوامل هو ازاي نرجع شكل البطن تاني زي الاول، خصوصا بعد تعليقات الازواج على شكل البطن قبل وبعد الولاده. ايه الحلول اللي بتناسب كل واحده؟ هو ده اللي هنعرفه النهارده. اجابات كتير جدا من الدكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل والليزر. ايه الطرق المختلفة لعملية شد البطن او التامي تاك؟ الاول بحب ارحب بحضرتك. انا اللي مبسوط جدا دايما ان ابقى معاكي. حضرتك منورنا دايما. والله بجد. حضرتك دايما كده منورنا في عطل الابيض ان شاء الله. احنا يعني انا هقسمها بقى الجزء الاول والجزء الثاني وهكذا. ايوه بارت 2 النهارده. بارت 2 النهارده. تمام. بس النهارده عايزين نتكلم عن عمليات شد البطن. كويس. ايه الفرق ما بين شد البطن ايوه وما بين يعني العمليه اللي هو بس كده تحسين المنظر يعني ايوه العمليه المصغره التامي تاك؟ تامي تاك، بصي هو قبل كل حاجه لازم نبقى عارفين ان السيده مع موضوع الحمل وبالذات لو هو متكرر وكمان لو هو قيصري بيحصل تداعيات كتير قوي طبعا، وزي ما انت قلتي كده وموضوع تعليقات الازواج على فكره ده كلام حقيقي وبنشوفه كتير. اب تو ان بيكون في منهم ده بيبقى بتوصل بالظبط لسه كنت هقول حاجه بتوصل ان الست بتبقى عايزه تتعالج نفسيا اكتئاب يعني. طبعا كتير وكتير منهم بتلاقيهم يقفوا عارفه ازاي يعني هنقعد تلاقيهم واقفين قدام المرايه وماسكين بطنهم كيقولوا ما ينفعش دي اقطعها كده اشيلها. قصص كتير جدا بنقعد نسمع عنها وحقيقيه وبنشوفها كل يوم، وعلشان نبقى فاهمين بس لازم نرجع لورا سنه ونقول هو ايه اللي بيحصل للست اصلا ساعه الحمل بيخليها توصل للدرجه دي. وعشان كده برضو من اللي هي بتختلف من واحده للتانيه، يعني ممكن نلاقي طبعا. واحده ما بيحصلهاش كده قوي، في واحده يحصلها بعد طفل واحد. هل ده بسبب مثلا عدم ممارستهم للرياضه ولا ملهاش علاقه؟ برافو عليك، اي حاجه لازم نكون بس متفقين عليها في الطب وفي التجميل بشكل خاص ان في اسباب. الاول بتبقى جينيه ليها علاقه بطبيعه الجلد، في واحده عندها جلد مرن كويس قوي بعد هو اتمط اثناء الحمل بيرجع تاني ينكمش يعني بشكل كفء جدا، وفي غيرها مش كده مش مرن قوي مثلا. فدي اسباب جينيه. طبعا جزئيه الرياضه بشكل معين اثناء الحمل طبعا المفروض ان طبيب النساء والولاده بينصحها ببعض الحاجات مع بعض استخدام الكريمات اللي بتبقى مرطبه للجلد طبعاً. عشان ما او الوصفات حتى الطبيعيه مجرد الزيوت او الحاجات دي دي بتفرق جدا انها ما تظهرش علامات حتى التشققات بتاعت الجلد اللي احنا بالظبط بتساعد الحاجات دي كتير جدا. لكن في النهايه اللي بيحصل معانا ايه؟ خلينا نتخيل مع بعض شكل البطن اصلا من الخارج للداخل. بره ده جلد، بعد الجلد بنلاقي دهون صح، بعد الدهون بنلاقي عضلات. عضلات حلو كده، بعد العضلات بيبقى الاحشاء الداخليه والكلام ده كله اللي هو سواء بقى الامعاء والكبد الرحم الكلام ده كله تمام. الفكره ان كل طبقه في دول بيحصل لها حاجه اثناء الحمل. في الرحم نفسه بينتفخ بيكبر عشان هو بيحتوي على الجنين، فبتلاقي نتيجه كبر حجم الرحم العضلات بيحصل لها حاجتين، بيحصل لها ستريتشنج بتبتدي انها ايه يحصل لها انها تتمط كده، وفي نفس الوقت عارفه يعني يعني بيكون في عضلتين ركيزتين قاسين كده قدام البطن كده في النص. دول بقى بيتقسموا، دول هم اصلا مقسومين خلقة ربنا لكن قريبين من بعض اصلا. اوكي برافو ان انت تقولي ان هو عايزين ان في ناس كده بتشوفها بالمنظر صح، بس هو بيحصل لهم ان هو بيقوسوا بيبعدوا عن بعض صح. فيبقى في النص ما بين العضلتين ما بقاش في عضله، بقى في نسيج كده خفيف جدا ورقيق، نسيج ليفي ضعيف جدا. الحاجة كمان اللي بتحصل فوق الكلام ده برضو ان احنا بنلاقي في الجناب نفسها بيحصل ستريتشنج للعضلة، وعشان كده بتلاقي بيظهر لهم جناب صحيح. الدهون، وفي ناس كتير بقى مع قلة الوعي والثقافة ساعة الحمل ممكن تلاقيهم بياكلوا كتير بقى، بتاكل الاثنين بقى زي ما بيتقالها دايما في البيت ده والموروثات دي ده اكيد ايوه، فبتلاقي ايه فبتاكل فبتعوق فبتدخن. يعني انت ليكي رينج معين وانت بتتابعي مع دكتور النساء يقول لك ما تتخنيش عنه، ده كده كفايه قوي عشان يبقى الطفل حالته كويسه، وانت في نفس الوقت ايه بعد ما تولدي ما يبقاش عندك مشوار طويل وما يبقاش الجسم متاثر وحاجات كتير قوي. فبالتالي لو بقى زادت قوي فبيحصل ايه الدهون في اماكن معينه بتتراكم بشكل زياده، فبنلاقيها موجوده في المنطقه اللي هي تقول لك المعده عندي عاليه، منطقه البطن من فوق كده بتعلى. بنلاقي الدهون تحت بيحصل لها تراكم كبير فتبقى البطن مدلدله زي ما بيقولوا. الجناب برده بيحصل لها شويه انتفاخ بالدهون، الدهون موجوده اصلا بس بيكبر حجمها في المناطق دي بزياده. الجلد برده بنلاقي ان احنا مع الحمل ونتيجه برده تمدد الرحم وبطن كبرت قوي رجع بعد كده بعد الولاده فالجلد ترحل هيروح فين كده بالظبط، بينكمش بدرجه معينه لكن بيختلف من واحد للتاني بقى على حسب زي ما احنا قلنا العوامل. لكن في النهايه نسبه كبيره منهم بيتبقى ليهم نسبه معينه من الترحل، بتزيد مع تكرار بقى الحمل تاني مره واثنين وثلاثه، فنلاقي البطن ايه بيحصل لها تشوه اكتر واكتر واكتر تمام. طبعا الفكره من الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ايه؟ عشان عاوزين ناكد على كذا مفهوم يا جماعه، انت برضو كنت بتساليني فيه قبل الهوا. احنا في تقنيات كتير قوي بنسمع عنها
التقنيات دي الهدف منها ان هي تقلل او تدوب الدهون في بعض الاماكن اللي بتكون فيها الدهون متمركزة زيادة. زي ايه بقى؟ في حاجات كتير قوي يعني. في حاجات بتكون عن طريق تدخل خارجي وفي حاجات تدخل داخلي. الداخلي ده بيكون الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه تفتيت الدهون وشفط الدهون ونحت القوام والحاجات اللي هي زي تقنيات حديثه جدا اسمها الفيزر مثلا على سبيل المثال يعني والليزر الداخلي كمان. وفي تقنيات خارجيه عن طريق مثلا دي للناس اللي هم ما عندهمش مشاكل كبيره قوي دي عشان عندهم بس الدهون هي المشكله. أوكي. تراكم دهون. اما اللي احنا بنقول عليه ده عندنا نقول العضلات فيها مشكله، الدهون فيها مشكله، الجلد فيه مشكله. أوكي. فبالتالي دي نقطه مهمه قوي ان احنا نبقى فاهمين ان الست بعد الولاده ما نجيش نقول مثلا ايه اصل انا عندي جناب قوي ما بقاش عندها وسط زي زمان فتقول ايه انا هعمل شويه اجهزه خارجيه هيحسن الموضوع. الاجهزه هتشتغل بس على الدهون تمام، لكن انت عندك مشكله في العضلات مفيش تصليح هيحصل خالص ليها، الجلد لو مترهل بدرجه كبيره برضو الحاجات اللي بتستخدم خارجيه مش هتتحسن. فبالتالي انت مشكلتك غالبا في موضوع الجناب بعد الولاده مشكله الدهون لا يعني هتتمحور لا اكثر من مثلا 20-30%. فانت بالنسبه لك مهما عملتي جلسات اجهزه خارجيه في المنطقه دي مش هتحسني الا بالمقدار ده. فبالتالي انت محتاجه لحاجات اكبر من كده شويه، ده اللي هنتكلم عليه في حلقتنا. لكن عشان انت برضه سالتي السؤال ده ايه الاجهزه اللي ممكن تستخدم خارجيا اللي ممكن تفيد في بعض التكتلات الدهنيه اللي بتكون في اماكن مختلفه من الجسم. في اجهزه مثلا بنسمع عنها زي تجميد الدهون تمام. ايوه اللي هي انا بقى سمعت عن حاجه لطيفه جدا ومعتمده دوليا، لكن هي في الاخر برضو حاجه بتساعد بدرجه معينه الطبقه الدهنيه دي ان يحصل لها فريزنج وبعد كده يحصل شويه تدويب للدهون في المنطقه دي. بس مش درجه كبيره، بالتالي على حسب كمان الحاله طبعا. يعني لو مفيش حد كده فيجي هيحس ان هو تجميد مثلا للمنطقه دي كلها فهتختفي، ده مش سحر، ده كلها تولز لطيفه حلوه احنا بنسميها ريكريشنال، انها حاجه يعني كده فيها حاجه ترفيهيه بتساعد شويه مع الرياضه مع شويه تفتيت هيبقى ليها فعلا نتيجه. لكن نديها حجمها سواء بالتجميد سواء عن طريق الاشعه التردديه الحراريه برضو حلوه بس على قد مقدارها بس مش اكتر. طبعا. الليزر برضو الخارجي او الليزر البارد، كل الحاجات دي تقنيات حلوه جدا بس ما نديهاش اكبر حجمها عشان ما نظلمهاش. هي حلوه وكويسه ومعتمده دوليا مش يعني مش احنا مالفينها هنا، دي قصه كلها معروفه على مستوى العالم واخده حاجه اسمها الاف دي اي يعني تصريح دولي على مستوى العالم، لكن ما نديهاش اكبر من حجمها. لكن لما نرجع بقى لمرجوعنا ونلاقي واحده ست عندها ترهل معانا فيديو بقى معرفش هو كده باين باين شوفي البطن عامله ازاي. طبعا بتقول لك ساعه الوزن والحمل وصلنا ان احنا البطن نفسها حصل لها ترهل، وهنلاقي زي اللي تحت كده في ستريتش ماركس كده ظهرت اللي احنا كنا بنتكلم عليها. لما نوصل لدرجه معينه طبعا دلوقتي عشان ده رسم بس توضيحي مش حقيقي، لكن احنا عندنا البطون بتبقى ما شاء الله اكبر من كده بكتير اللي بتظهر عندنا. فطبعا لما بتوصل لدرجه بعد الولاده وفي الترهل العنيف ده وفي الدهون، خلينا نبص لو احنا بنشوف في الصوره هنلاقي الصوره اللي على الشمال في فوق الصوره وتحت الصوره الجزء متضخم، اما الصوره اللي على اليمين اللي تحت الصوره فقط. صح. هنلاقي فوق الصوره الجزء ايه مختلف شويه وداخل بشكل مناسب. لما بنخش اول مرحله في التامي تاك وشد البطن ده شفت ده كان منظار بالظبط. هو لازم نبقى عارفين ان في تقنيه التامي تاك او شد البطن او اصلاح جدار البطن في مرحله ليها علاقه بتفتيت الدهون، عشان احنا قلنا في مشكله دهون فاحنا دي جزئيه بس من الموضوع ان احنا عملنا تفتيت للطبقه الدهنيه الزياده. سواء في المنطقه اللي في البطن من فوق او في الجناب. في الجناب عشان نساعد الوسط ان يحصل له حاجه اسمها ديفينيشن يتحدد شكله كويس، من فوق علشان برضو دايما بنقول في شكل جمالي نوع للبطن من الجنب انها يقول لك عامله زي ليزي اس، من فوق تبقى داخله شويه لجوه ومن تحت عامله كيرف كده بسيط. فاحنا لازم نعمل الكيرف من فوق ده. لو نلاحظ هنا هنعمل ايه؟ عشان الناس بيسالوا دايما عن شد البطن، طب دي جرح، طب هيبقى عامل ازاي؟ بيكون منطقه السيزيريان من تحت بنقدر نوصل للعضلات زي ما احنا شايفينها قدامنا، العضلتين اللي كنا بنتكلم عليهم. شايفين الخطوط اللي بالعرض دي؟ ده ان احنا ازاي قربنا العضلات من بعض. دي الجراحه ايه ده بالظبط احنا كده بنتكلم في الشد. دي المرحله الثانيه، احنا خلصنا تفتيت الدهون ادي دخلنا على طبقه العضلات قويناها، بعد كده الجلد بقى المترهل كله بيتشد زي ما احنا شايفينه كله كده لغايه ما وصلنا لفتره لمكان اللي فوق السره كمان، وهنا كده مكانها بالظبط. عملنا لها بقى الصوره القديمه زي ما هي بس عملنا لها تجميل وحطيناها في مكانها الصح. فاهماني؟ وفي الاخر الموضوع بقى عباره عن ايه؟ بقى في جرح حوالين الصره نفسها، ده بيبقى غائر لجوه ومش واضح خالص. وبالنسبه لنا وبعد كده طبعا بتلبس زي ما احنا شايفين حاجه اسمها بريشر جارمنتس او كرسي ده عشان يساعد البطن ان هي نفسها تاخد الشكل الجديد وتلتئم طبقات البطن كلها مع بعضيها از وان يونت، لما يكون وحده كلها مع بعض. على فكره هقول حاجه برضو عشان الناس يعني احنا بنسمع عنها كتير هنا برضو ان نلاقي يقول ايه
بطننا كبيره مترحله، انا هدهن دهان مش عارف سحري عامل ازاي. في ناس كتير بقى جدا تقول ايه استخدم كريمات لل لمنع الترهلات للستريتش ماركس. صحيح صحيح. بصي دايما لازم نبقى فاهمين حاجه وندي كل حاجه حجمها. العلم لما يعني طرح حاجات معينه، بس طبعا مش بقول على حاجات اللي هي بنروج لها غلط، لكن في حاجات شركات محترمه على مستوى العالم طرحتها، في حاجات بتساعد الجلد شويه للترطيب، تحفز شويه الكولاجين يبقى وضعه احسن. لكن يا جماعه البطن اللي هنشوف برده على كده في صور قبل وبعد، انت شايفه عاوز تقولي حاجه؟ انا معانا تليفون. معانا فوقيه. فوقيه مساء الخير. ايوه مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. اتفضلي. ايوه اتفضلي. حضرتك عايزه تسالي الدكتور سؤال؟ ايوه ايوه انا معاكي يا فندم اتفضلي. طب ماشي شكرا. اي يا دكتور. يا اهلا وسهلا. انا سامعك كويس. ايوه ايوه انا حاجه وعندي كرش، يعني معنى الكلام عندي كرش ومضايقني جدا. حضرتك يعني سنك كام سنه سنك كام سنه والوزن قد ايه؟ انا عندي 70. ربنا يديك الصحة. والوزن كام كيلو تقريبا؟ نعم. الوزن كام كيلو حضرتك؟ الوزن 100 كيلو. طيب حضرتك في أي حاجة بتشتكي منها لا قدر الله، ضغط سكر أي حاجة من سكر وضغط؟ ده عند الشعب المصري كله يعني. طب ألف سلامة عليكي. وحضرتك تابعينا، أنا كنت بتكلم لسه عن الحالات اللي زي حضرتك، هنقول لك بالظبط الوضع بتاعها. يعني هي الفكرة ان طبعا لما بنقول حاجات بسيطة كده مش عارف الكريم الحاجات اللي بالمنظر ده، دي حاجات كلها بتساعد مكملات يعني. مكملات، لكن عشان زي ما قلت ما ظلمهاش ما نحملهاش برضو اكتر من حجمها. لما نوصل لدرجة الجلد المترهل، دهون متراكمة كتير، عضلات ضعيفة، يا جماعة على مستوى العالم عشان بس ما تتعبوش نفسكم على الفاضي. ان انا بلاقي كتير جدا مرضى بنشوفهم قعدوا وقت طويل قوي، بذلوا مجهود طبعا، اتحملوا تكاليف كتيرة قوي، الموضوع بالنسبة لهم خد وقت وما وصلوش اللي هم عايزينه. لما يوصل الموضوع جلد مترهل فعلا قوي، دهون متراكمة كتير، وعضلات ضعيفة نتيجة الحمل اللي احنا قلنا عليه متكرر، وكمان لو قيصري بيضعف العضلة زيادة، يبقى ما فيش تدخل على مستوى العالم الا التامي تاك او شد البطن. وبيتهيألي كمان في حالات الرجيم الحادة الناس اللي بتخس بال 30 و40 و50 كيلو بيتهيألي برضو بيحصل لهم نفس سواء رجالة او ستات. صح زي ما انت قلتي كده، بنلاقي ان هم عندهم، عارفه حتى في تشبيه علمي بيقولوا للناس اللي بتفقد وزن كبير قوي بيسموه الميلتنج كاندل، يعني انت كانها شمعة بتسيح، فنلاقي الجلد كله بيقع كده. وفعلا في ناس كتير، وياما زي ما بنقول دايما الهدوم بتداري، بنلاقي كتير قوي عندهم ناس بتخيل ان هم سعداء وما عندهمش اي مشاكل وكده، بتيجي عند اطباء التجميل ونلاقي عندهم حاجات كتيره جدا وجلد، وتلاقيهم دايما بيلبسوا مقاسات اكبر منهم مقاسين ثلاثه عشان حجم الجلد المترهل ده عامل لهم فوليوم على الفاضي، حجم طبعا زياده. فبالتالي برضو لما بنوصل للدرجات دي ما فيش تدخل غير الشد. علشان عارفه كتير قوي الناس ايه يقول لك، في ناس نتيجه برضو ساعات قله الوعي شويه بتلاقيهم ايه يقول لك عمليه جرح، لا انا خايفه او انا خايف من عمليه، فبالتالي يقول لك طب انا اجرب ايه، مش هخسر حاجه لما اجرب الكريم ده، طب مش هخسر حاجه لما اجرب الجهاز ده. والموضوع بيمشي معاهم بالمنظر ده لغايه ما اليوم في الاخر وصل لهم، وصلوا لحاجه ديسابوينتد جدا وعندهم خيبه امل من الحاجات دي تم دي كلها، فيخضع لحاجه زي دي. فانت وفر وقتك، وفي الاول يا تقرر تعمل يا ما تعملش حاجه خالص، عشان في النص مش هيبقى ليه اي لازمه، هيبقى وقت زي ما انا قلت وتكاليف ملهاش اي لازمه خالص في الموضوع. فاحنا دلوقتي لما بنيجي نقول، والموضوع على فكره يعني هو برده عشان الناس تبقى متخيله، شد البطن هي عمليه لكن في نفس الوقت ما ينفعش اقارنها بالسيزيريان. ما كنت لسه هسال حضرتك، هل هي عمليه مؤلمه يعني زي مثلا الولاده او زي اي عمليه جراحيه؟ هي يعني في جرح كبير كمان. هي كعمليه لازم تحترم كعمليه خلاص أكيد. فبالتالي لازم تتم في مستشفى كبيره فيها كل طبعا التجهيزات، دكتور متخصص، دكتور تخدير، كل حاجه. لكن هي بتتم في الكلام ده بس علشان هي جزء طبي في الموضوع. لكن لو هنقارنه، لا هو طبعا تدخل اقل، ليه؟ ان احنا بنشتغل على مستوى الطبقات الخارجيه من الجسم. اما بالنسبه للسيزيريان دي اسمها عمليه فتح بطن. شد البطن دي مش عمليه فتح بطن اصلا، انت شغال وبطن كلها زي ما هي. يعني هي ما بتقطعش العضلات زي السيزيريان؟ لا ما بتقطعش العضلات بالظبط كده، دي بقى النقطه الفيصل. انت كل شد البطن انت شغال على الطبقات الخارجيه، جلد اللي هي الجلد والدهون فقط. والعضلات حتى لو هتعمل فيها حاجه من بره بدون قطع. تمام. فبالتالي انت البطن زي ما هي.
مفيش فتح ليها. السيزيريان بيتم فتح العضلات زي ما انت قلتي كده، وبنخش على الرحم بيتم فتحه والولاده، فقصه صح. كبيره تانية خالص ليها علاقه مختلف فتح يعني. بطن، لكن التاني زي ما بيقول كده هو على القشره الخارجيه. تمام، احنا معانا تليفون تاني، معانا الاستاذه اماني. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال الدكتور من فضلك، انا عندي المشكله اللي هو يعني شريحها بالظبط، بس انا عندي مشكله كمان في صفائح الدم. الصفائح الدمويه عندي قليله جدا، يعني تقريبا 80 90 كده اهوت، فانا مش عارفه انهي تقنيه بالظبط اللي ممكن تكون مناسبه ليا من غير ما الواحد يتعرض لاي مشكله. شكوتها الاولانيه موضوع الصفائح عندها ايه؟ هي شكوى الاستاذه اماني ان هي عندها المشكله اللي حضرتك بتقول عليها، مشكله بالزبط. البطن مظبوط كده يا استاذه اماني؟ تمام. بالظبط. حاضر، هجاوبك حالا يا اماني. اوكي. هي الفكره في حاجه، بص يا جماعه، مفيش اي مانع لاي عمليه تجميليه بس تتم بوفق تحضير طبي صح. يعني مش معنى مثلا ان سيده عندها الضغط او السكر زي اللي اتفضلت وقالت ان دي مفيش حاجه، بالعكس لازم تتعرض الاول على طبيب باطني عشان تظبيط السكر اللي موجود ده، عشان لو هي الضغط مثلا دكتور قلب معين. ما احنا لنا نتخيل لو هي لا قدر الله محتاجه تعمل عمليه معينه ليها علاقه بالحياه مثلا، مش بيقدروا ان هم يظبطوها ويدخلوها غرفه العمليات؟ طبعا. فبالتالي في صيغه معينه بتتم، مش دكتور التجميل خالص اللي بيتعرض لها، لازم تخصصات تانية طبيه. يعني الاستاذه مثلا بتتكلم على، يعني في حاله الاستاذه اماني هي عندها مشكله بالظبط، يبقى اول حاجه لازم تتعرض على دكتور امراض دم عشان يقول عدد صفائح دي ايه. وغالبا الناس دي لو هي السبب حاجه يعني عابره بنقدر نديهم حاجه نقل صفائح دمويه، فبيعلى بالنسبه لهم عدد الصفائح وبيقدر فبالتالي يتم بتكون حاجة زي الجراحه بالنسبه لها ممكنه بالظبط، زي اللي هيكون مثلا عندها مثلا هو عدد الصفائح قليله، في ناس بيكون عندها عدد كرات الدم مثلا الحمراء قليله اللي هي الانيميا، دول ما بيعملوش، لا بالعكس بيتنقل لهم ممكن حاجات اسمها باكت ار بي سيز او اللي هي كرات دم حمراء مكدسه، بتتنقل عشان يعلي كرات الدم الحمراء، او بتاخد علاجات لفتره معينه طويله شويه. انت ان هي ممكن تاخد ادويه مثلا معينه طبعا، بحيث بتاخدها شويه شهور بقى، هي دي النقطه بس يبقى في بالانس على حسب بالظبط، عشان تعمل تعويض للكرات الدم الحمراء والحديد اللي بيكون موجود فيها عشان يعلى شويه. يعني انا عايز اقول اي ميديكال كونديشن، اي حاله عضويه احنا بنشتكي منها مع تظبيطها عن طريق الدكتور المختص بنقدر طبعا حاجه زي دي تتعمل فيه. مفيش مانع لحاجه زي دي خالص، يعني مفيش موانع بالنسبه لنا تخلي المريض ما يقدرش يعمل حاجه زي دي، ملهاش سقف زي ما بنقول، الا اذا بقى في بعض الحاجات اللي هو ممكن هي الا اذا دي ايوه مش هتبقى بقى حاله عضويه. يعني انا بيجي لي مثلا سيده تكون ممكن حجمها كبير قوي، وزنها كبير، عندها دهون داخليه جوه البطن. خليني اقول برضو نقطه مهمه للناس، ان الدهون مش بس تحت الجلد، دهون موجوده في كل انسجة جسمنا. يعني ممكن يقول لك مثلا ايه كبد دهني، عارفه الاكل اللي احنا بناكله، وانا مش بقول ده بجد، يعني عارفه اللي هو الطرب اللي بيتاكل ده بيقول عليه كده حاجه اللي هو حواليه بكل منديل دي دهون. ايوه طبعا. الدهون دي جايه منين؟ بتكون حوالين الامعاء، يعني معنى كده في دهون غير اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي خالص موجوده جوه البطن قوي. في ناس بيكون عندهم الدهون اللي جوه البطن قوي دي كتيره جدا، يعني الدهون دي ورانا ورانا منتشره فعلا. فبالتالي اللي بيكون عندهم الدهون الداخليه دي كتيره قوي ما بنعرفش نعمل لهم العمليه دي بقى. ليه؟ عشان بتكون بطنهم منتفخه من جوه جدا. ده حله لازم الاول او حلها تخس قوي لغايه ما نقولها كده بشكل مبسط، بطنها تفش من جوه، الدهون حجمها يقل، فبالتالي يبقى عندنا الدهون الداخليه، يبقى عندنا فرصه الجلد والدهون والعضلات نعمل لهم تقويه ونشد، لكن بطن منتفخه قوي من جوه هتروح فين؟ هتشد فين؟ فلازم الايه؟ الدهون الداخليه. هي دي الناس، عشان برضو بيكون في ناس مش متخيله الموضوع، متخيلين بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده ان اي حد عنده مثلا سمنه مفرطه كبيره جدا او بطن منتفخه جدا على طول يعمل عمليه شد بطن، لا ليها ناسها برضو. التقييم الطبي ده لازم برضو طبعا الدكتور مش هيقدر المريض قوي يتخيلها، لكن في الاخر بتفرق جدا معاهم الناس اللي بتفرق في الشكل كمان. احنا معانا صور لو قعدنا بقى نعرضها هتبين قد ايه الناس بيفرقوا جدا. تمام. واللي هيشوف حاجه في حالاته من صور زي اللي احنا هنعرضها مثلا قبل او بعد، وشاف حاجه زي كده عنده، يعرف ان حلها بس في التامي تاك، وده من الحاجات المنتشره على مستوى العالم، وفي مصر دكاتره كتار جدا ما شاء الله متمرسين قوي فيها. شايف اهو في صوره مثلا، احنا معانا بعض الصور اهي، شوفي قد ايه يا خبر الترهل قد ايه، دي كربشه البطن عامله ازاي. دي مشكلتها مش دهون قوي وعضلات، هي جلد يعتبر بس. صحيح. مع شويه حاجات في العضلات عشان توصل للنتيجه اللي على اليمين دي. لازم شد، ودي على فكره نتيجه حقيقيه مش نتيجه معموله فوتوشوب، يعني الموضوع ده حقيقي، ودي نفس، وده على فكره على مستوى الدنيا كلها، يعني احنا مش بنعمل سحر، ده طب، واحد زي واحد يساوي اتنين، تامي تاك دي نتيجتها. الست اللي بتمسك برضو بطنها وبتشوف الحاجات دي زي ما هي ماسك كده بايديها عشان تتشد، على فكره انتوا مش شايفين الجرح اللي معمول عشان هو بيتعمل حاجه اسمها البيكيني لاين،
يعني ايه بيبقى لابسه حاجه بيبقى هو متداري تحتيها. فهو وبرده بيختلف بقى من واحده للتانيه، في واحده بعد 6 اشهر سنه الجروح ما تبقاش باينه قوي عندها مع الاهتمام، وفي اللي ممكن عنده باين شويه طبعا. في الفكره ان هو يبقى متداري اول واحد، تبقى كان متداري البطن اللي قدامنا دي بطن هي دهون وعضلات وجلد وكل حاجه، ما فيش حاجه توصلها للشكل العلمين ده. على فكره دي صوره حاله بعد اسبوعين لسه يعني لسه كمان بعد 3 اشهر بيوصل لنتيجه اكتر واكتر. هل لازم يا دكتور يتبعوا نظام غذائي معين بعد التامي تاك؟ والله هو ودي برضو صوره برضو بوضحها الكلام ده كمان بالزياده، ودي برضو بعد اسبوعين برضو التدلي ده والترهل ده كله مفيش حاجه غير التامي تاك عشان يوصل للشكل ده. لكن وبرضو لسه تحس فيه شويه حمار في السره بكل كده عشان بقى اسبوعين لسه حاجه فريش قوي يعني. طبعا اكيد حته النظام الغذائي نوع دي حاجه مهمه جدا. ده علشان نحافظ بقدر الامكان على اللي احنا وصلنا له. بس هو في ناس يقول لي هو انا لما هشد البطن يا دكتور هرجع تاني زي ما كنت؟ هو احنا يا جماعه كل اللي بنعمله بنرجع الساعه لورا للشكل بقدر الامكان اللي كان زمان؟ او ممكن لو واحده اصلا عندها ترهلات في البطن من قبل الولادات، ساعات بيكون في بنات عندهم حاجه طبعا زي دي، احنا بنرجع الشكل القديم او يمكن احسن منه عشان نخليها مشدوده للاخر. لكن الفكره لو انت مثلا سي وصلت للموضوع ده بعد مثلا 3-4 ولادات بالمنظر ده وفكرت انك تخلفي 3-4 تانيين اكيد هترجعي تاني يعني. انت يعني خلقت ربنا مع الوقت مع اللي انت وصلت له كله وصلت الدرجه دي. اما الدكاتره لما هتعمل لك هتبقى ضد الكلام ده؟ لا طبعا. لكن انت لو مريت بكل المراحل دي تاني والغالب لا طبعا يعني بعد 3-4 خلاص اكيد دي مش اصلا مش المفروض تفكر في بطنها يعني صحيح. ده قصه اطول بقى بكتير. ده اكيد. احنا معانا تليفون، معانا استاذه منى. اهلا ازي حضرتك؟ استاذه منى ايوه اتفضلي. ايوه سامعاكي. اتفضلي، حد حابه تسالي الدكتور حاجه؟ منى شكلها صغنونه قوي. عايز اسال عن حاجه، عايز اسال الدكتور. اتفضلي الدكتور سامع. اتفضلي يا منى انا سامعك. حاضر. هو ايه سبب الكرش لو سمحت؟ انا ما عنديش كرش بس عايز اسال يعني عشان احافظ. مش سامع. انا ما خدتش بالي حقيقه من السؤال، بس هي بتسال على الكرش عموما. فبالتالي حضرتك برضو شرحتها ان الكرش عباره عن ازاي ما يطلع لهاش كرش مستقبلا. بصي هو الفكره زي ما احنا قلنا الكرش عباره عن ثلاث حاجات، يا اما جلد فيه مترهل، يا اما الدهون متراكمه كتير، يا اما العضلات ضعيفه. فطبعا مع الانتظام على الرياضه عشان نخلي العضلات طبعا قويه بقدر الامكان. الفكره بالنسبه لنا برضو ان احنا موضوع حتى يعني كلام عام ومعروف جدا ان احنا ازاي بنظبط اكلنا ما بين المجهود اللي احنا بنبذله وبين الاكل اللي داخل عشان ما يحصلش تراكم للدهون بشكل اكبر بقدر الامكان. يبقى انت كده وصلتي للجزئيه. اما بقى فيما بعد الحاجات اللي مالكيش ايد فيها زي الحمل والكلام ده طبعا كله هيبقى عن طريق دكتور النساء ازاي تظبطي معاه الوضعين. طيب معانا استاذ ابراهيم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير، اهلا وسهلا، اتفضل. الله يخليك. من فضلك عاوز اسال الدكتور، بس انا عندي شويه بطني فيها فات. ايوه. وطبعا العضلات البطن مرتخيه. بالنسبه للعمليه اللي هي زي السيزيريان اللي بيقولوا عليها الدكتور، وهي فتحه من تحت عشان يشد الترهل ده. ايوه. وبعد ما يذوب الفات يعني. فانا المشكله ان انا عندي عمليه بشكل راسي، كانت عمليه استكشاف. في جرح بالطول يعني في البطن. بالطول. ايوه. فهل العمليه اللي هي لو حبيت تعمل شد للترهل ده تمشي معاها ولا ما تقدرش؟ طيب حلو جدا، انت سالت سؤال مهم جدا. بس هو قبل الكلام ده برضه سنك كام ووزنك كام؟ معلش انا سني 59. طيب والوزن كام كيلو؟ وزني 78 وزايد حوالي 7 كيلو. طيب تمام، كويس قوي. حضرتك في اي حاجه لا قدر الله بنشتكي منها من امراض عضويه، سكر، ضغط، حاجات كده؟ لا ما لسه عامل تحليل، ما فيش اي حاجه. طب الحمد لله، ربنا يديك الصحه. هرد عليك حالا، خليك معانا بقى. اتفضل. هو على فكره وسائل سؤال مهم قوي عشان ده احنا من الحاجات اللي لازم نبص لها برده. هو عنده نتيجه عمل عمليه استكشاف في البطن، فده بيبقى فتح بطن فعلا، وبيكون جرح بالطول ماسك البطن تقريبا من فوق لتحت على حسب طبعا حجم الاستكشاف، بس بيكون بالشكل ده غالبا. طبعا الجرح ده ممكن يتعمل معاه، بس الفكره في ايه؟ لازم نقيم الحاله برده شويه عشان نشوف طول الجرح ده عامل ازاي، التئامه كان عامل ازاي، وضع العضلات عامل ازاي بالظبط، ان هو بيتم بس وفق بعض المحاذير واحنا شغالين علشان نساعد. الفكره كلها بالنسبه لنا في الموضوع الجرح ده بيأثر شويه على الدوره الدمويه اللي موجوده في جدار البطن، ف
فانت لازم كدكتور يبقى لك بعض المعايير في الحالات اللي زي كده عشان نحافظ على تدفق الدوره الدمويه بشكل كويس، عشان توصل لمنطقه الجرح بشكل كويس، عشان الجرح بتاع الشد يلتئم بشكل كويس. فهي الفكره كلها ان ينفع بس مع تقييم طبي لحالتك صح، علشان نقدر نقول انت هيتعمل بأني طريقه بالظبط. ان شد البط ده ليه طرق برضو مختلفه شويه بتختلف طبعا على حسب الشكل. فالناس اللي عندهم حاله زي حالته كده وجرح بالطول ليهم طرق معينه، بس لازم برضو في الكشف نقدر ان احنا ايه ناكد على النقطه دي يعني. طيب هايل، سؤال اخير بقى. ايوه بسرعه. للاسف الوقت بيجري. هل لو حد عمل تامي تاك بيرجع تاني يتخن في نفس المكان ولا بيتخن في اماكن تانية مختلفه؟ هي الفكره في ايه؟ ده سؤال شائع جدا، وفي التامي تاك وفي كل اي حاجه بنتكلم عليها خاصه بموضوع تفتيت الدهون. يعني يجي واحد مثلا هنعمل له حتى مش تامي تاك، اي حاجه تفتيت دهون في منطقه البطن وهنعمل لها شفط، هو انا هتخن في المنطقه دي تاني ولا هتخن في مناطق تانيه والكلام ده. الكلام ده بشكل عملي صح، بس لما احنا نيجي نتكلم عليه بشكل علمي المفروض ان احنا اللي بنعمله ما بنشيلش كل الدهون، احنا بنشيل الدهون الزياده في المنطقه فقط. يعني مش معنى ان سيده او رجل عنده منطقه البطن فيها دهون كتيره يبقى احنا لازم نشيل كل الدهون اللي موجوده. فبالتالي لو عملنا حاجه زي دي يحصل اللي انت بتقول عليه، نوها ان احنا بنيجي نتخن المناطق الثانيه اللي فيها لسه خلايا دهونيه هتستجيب للدهون مش ودي السمنه بشكل كبير، فهيتخن في اماكن ثانيه. لكن لو انت شلت الزياده فقط وخليت المنطقه دي زيها زي اللي حواليها في كميات الدهون هتستجيب بشكل طبيعي زيها زي بقيه المناطق وتنزل معاك بشكل طبيعي. بس انا بشكر حضرتك جدا. انا اللي شكرا جدا. للاسف وقتنا خلص. معلش كان نفسي اكمل بس هيبقى في بارت 3 ان شاء الله على خير. ان شاء الله. وحضرتك طيب. انا